تصير المنتخب العراقي سود الرافدين، وان شاء الله اليوم فايزين باذن الله. ان شاء الله. ايش قد تتوقع نفوز اليوم؟ 2-0. ايه 2-0. 3-0. فريقنا زين لو يعني؟ طبعا كلنا عم بيهم، راح فخورين بيكم. ان شاء الله. وين تتوقعين يوصل المنتخب العراقي؟ يا ما ان شاء الله للفاينالات، هاي السنه مالتنا ان شاء الله. شكرا جزيلا لكم. شكرا. أنا جاي من ستوكهولم السويد، جاي من أجل تشجيع المنتخب العراقي، وإن شاء الله نطمح أن تتجدد البطولة، بطولة 2007، إن شاء الله ينالها العراق وبكل شرف، وإحنا جايين هنا نشارك الألعاب لحد النهائيات. إن شاء الله بالتوفيق، شنو توقعاتك للمباراة؟ إن شاء الله ناجحين وموفقين، إن شاء الله فايزين. قال النتيجة توقع؟ 1-0. والله أتوقع نتيجة 3-1. لا المباراة سهلة لأنه أبطال سود الرافدين أبطال، وإن شاء الله ولو الفريق الفيتنامي يعني فريق ليستر هاندي فريق جيد، بس أبطال سود الرافدين يبقون أبطال، وإن شاء الله المباراة سهلة عليهم وإن شاء الله بالتوفيق. أبو إحنا الملعب، إحنا لأسسنا الملعب، إحنا الملعب، إحنا لأسسنا الملعب. جيب الكاس، جيبه، جيب الكاس، جيبه، جيب الكاس، جيبه. شكرا لكم، شكرا لكم. معنا عدد من الجمهور العراقي من شمالنا الحبيب من كردستان، شو تقولون عن مباراة اليوم؟ والله إن شاء الله نفوز، إن شاء الله عراق دباتوا نفوز إن شاء الله. إيش قد تتوقع النتيجة؟ والله إن شاء الله 3-0. شنو توقعاتكم مباراة اليوم؟ أكيد الفوز، أكيد بدون أي شك يعني. أتوقع فيتنام تجيب هدف صعوبة، لكن إحنا 3-4 أقل شيء. أقل شيء هذا أقل وقت. والله ان شاء الله اليوم 3-0 على فيتنام ان شاء الله. والله ما شاء الله هم كلهم يعني اقوياء ما شاء الله كلهم يعني ان شاء الله، يعني ان شاء الله الفوز اليوم اكيد يعني ان شاء الله. انت شنو توقع؟ 3-0. فائلين لهذا جايين من دبي وما شاء الله جايه كل الجاليه العراقيه، شي 8 باصات جايين هسه دا يوصلون بالطريق، يعني اذا المنتخب دا يشوف كل هالجمهور الجاي وكله دا يشجع لازم يربح، يعني اكيد نربح ان شاء الله. شنو توقعاتك للمنتخب بهاي البطوله؟ وين راح يوصل؟ يا مراحل يوصل مراحل النهائيه؟ كاس اسيا ان شاء الله. يعني يكررون انجاز 2007؟ ان شاء الله ان شاء الله، ليش لا؟ نتفائل دائما، اقول تفائلوا بالخير تجدوا، كونوا ايجابيين يعني اكيد. وما شاء الله يعني شوف اليوم الناس جايين والجمهور وكلهم يعني بدايه حلوه يعني بدها تكون ان شاء الله. ايش قد تتوقعين النتيجه راح تكون؟ 11 جول ان شاء الله. كل لاعب لازم يطلع جول. من تتوقعين يسجل؟ ميمي لازم يسجل اكيد، يعني لازم، وان شاء الله كلهم يعني اتمنى 11 جول انا يعني. الله يخليك، الله يخليك. شوف بالتوفيق. شكرا. شكرا للشرقيه اللي دائما حاضره بهيك احداث. معي عدد من الجماهير العراقيه، اول شيء من وين جايين انت؟ طبعا بينا من دبي، بينا من الشارجه، وبينا من عجمان. جايين تهاجرون سود رافدين؟ طبعا هاي ننتظرها من زمان، وما ننسى نكون بابو ظبي على اساس نكون مهزرين للمنتخب بكل مباريات ان شاء الله. ايش تتوقع من مباراه اليوم؟ والله ان شاء الله 3-0 لسود رافدين باذن الله. مباراه صعبه لو سهله؟ والله اتوقع هي سهله بس ما ندري مفاجات يعني. ايش تتوقع ان شاء الله 3-0 لسود رافدين. توقعاتك للمباراه اليوم؟ والله شوف هي كاس اسيا ما بيها مفاجات يعني، ان شاء الله 2-1 لنا. ناخذها ان شاء الله. ان شاء الله احنا فايزين، ولو فرق هواي حققت مفاجات، بس ان شاء الله احنا قدها وقدود، شبابنا قادرين ونكمل. سمعونا فتشيل سود رافدين؟ يلا ما تنسى واسم الله البيها، ما تنسى واسم الله البيها، ما تنسى واسم الله البيها. يعني ما شاء الله اليوم العراق منور والجماهير كلها جايه زحمه مع المنتخب، ومباراه مع فيتنام مباراه احنا نقول صعبه، صعبه ليش؟ بدايه المجموعه وفريق ينافسك على البطوله هاي، ما ندري واحد يقول سهله، نريد الجمهور يشوف حيله ومباراه قويه ان شاء الله يا ربي، وان شاء الله العراق ينتصر اليوم، العراق ان شاء الله يقول كلمته بالملعب، والاسود لا والاسود تسود، لان الاسود هي اليوم جايه تزعر زعير الاسد، لازم اليوم ان شاء الله يا ربي جايه من كل بقاع العالم تناشد المنتخب العراقي. وين تتوقع المنتخب يوصل بهاي البطوله؟ ان شاء الله احنا مهطول بدينا بزايد، ان شاء الله نرجع بزايد للنهايه، لان ان شاء الله احنا نقول بخت زايد، لان هذا الاسم مفقود، وان شاء الله بهذا الاسم نروح نبدا بملعب زايد ونرجع نلعب بملعب زايد للنهايه. ان شاء الله.
راح تقود اليوم الجماهير العراقيه؟ ان شاء الله احنا جماهيرنا متحفزه. وجيبي الكاذيبه وجيبي الكاذيبه البغدادي الحبيبه، ومحتاجين فرحه لقلوبنا السمحه، محتاجين فرحه لقلوبنا السمحه وكلها وفا وطيبه. وجيبي الكاذيبه عراقيين الا يا منبع النخوه، عراقيين غير وغيرتك حلوه، من تحير تنزل على دف الوه. عشت اياكم شباب، شكرا جزيلا، شكرا، بالتوفيق. جيبوا الفوز من تبريكم ببغداد، فوزكم للجرح يا اخوي هو الضاد، عراقية البطولة وما دام طلعنا. اخو جهاد اخو جهاد من حياتكم الفوز فرحانين؟ والله كلش فرحانين. احنا كلش فرحانين، واهم شيء الشعب بالعراق فرح ويانا، يعني فرحه ان شاء الله الجاي اقوى واكثر. وين تتوقع منتخبنا يوصل بهاي البطوله؟ المباراه الجايه ان شاء الله نفوز اكيد ان شاء الله، ويا ايران تكون تحصيل، وان شاء الله نصعد للدور الثاني. حبيتي المباراه اليوم؟ اعصابنا راحت بس كلش حلوه. اي مهم الفوز. هذه عوائد المنتخب العراقي، يعني احنا بالبداية دائما يفرحنا وحزننا وفرحنا، لكن للأمانة أدى أداء رجولي، الشباب ما قصروا بيهم الغيرة، فرحونا 3 أهداف حلوة، بداية جميلة، وإن شاء الله إن شاء الله نعيد الأمجاد، نعيد الأمجاد. رأيك المدرب غلط ببداية المباراة بالتشكيلة وبعدين صلحها؟ يعني كان المفروض ينزل بالتشكيلة اللي يلعب بها بالشوط الثاني؟ والله انا نفس ما كنت اشوف امس التحليل اللي شفته على اكثر من قناه، انه فاجئ اللعيبه ما كانوا يعرفون انه اساميهم موجوده مدرجه ضمن التشكيله. يعني كنت احس انه بالبدايه لو كان بدا بهمام عشان كانت النتيجه ما توصل هذه النتيجه اللي احنا خسرنا 2، عفوا سجل علينا تاخرنا بهدفين، لكن الامانه الشباب قدروا يردون النتيجه نفس ما هي شفتوها 3، والحمد لله والشكر. احنا هو الفريق العراقي، هذا الفريق العراقي، احنا بينا غيره، نلعب غيرتنا، حتى مدرب حتى ماكو، احنا نثبت وجود، والاسود هم الاسود، وان شاء الله ان شاء الله الكاس الكاس باذن الرحمن، ولا فرح العراق. فرحنا انه العراق فازوا، لانه انا من العراق واشجع العراق، لانه كلش احب العراق، حتى خالاتي بالعراق. ان شاء الله. زين، شنو رايك بالجول اللي جابه علي عدنان؟ كلش زين، وحتى عبالي هاي حيخسرون بس دعيت على مود يفوزون. أنا أموت على العراق، أموت على منتخب العراق، أموت على الطوبة. حتى أنا ما كنت متوقعة بالبداية، كنت خايفة بس بعدين كلش هاي، يعني حتى أنا كلش فرحانة يعني. بسم الله الرحمن الرحيم، والله أداء ممتاز كبداية جيدة، وإن شاء الله لو وفق مع المباراة القادمة كسبنا 3 نقاط وإن شاء الله خير. بداية جيدة. وين تتوقع المنتخب يوصل مع هذا الأداء اليوم؟ والله إن شاء الله نتمنى له التوفيق، والمباراة القادمة إن شاء الله راح يحقق نتائج أفضل إن شاء الله ولعب أفضل. تتوقع التشكيلة اللي بدأ بها المدرب بالشوط الأول كانت خاطئة لو التبديلات كانت صحيحة؟ والاثنين كان صحيحات، لان الشوط الاول كان يجرب، يعني هو حاط خطه بباله قبل ما يبدا المباراه، انه الشوط الاول يشوف اللعيبه ونقاط الضعف، والشوط الثاني ينزلهم، ما شاء الله يعني ما قصر، الشوط الثاني دخل والحمد لله ادوا اداء جيد. يا علايه يا علايه كسرنا عينك.